السلام عليكم الإخوان والأخوات، شكرا جزيلا لكم في الاشتراك في القناة ديالي، وكنتمنى تبقاو ديروا لايك وابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. دابا غادي نديروا واحد الدرس مهم بزاف وزوين اللي اقترحوه عليا بعض الناس اللي عندهم المشكل في شي حوايج بحال هادو. الوغ شنو هما هاد الحوايج اللي غادي انونسيو دابا؟ هما اسماء الاشاره، لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. باش في العربيه بار اكزومبل، على سبيل المثال، هذا هذه، واللي في الفرنسيه فيها غير اربعه ديال لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. حنا دابا غادي نشوفو كي غادي نديرو، نخدمو بالاول والثاني والثالث والرابع. انتبهوا معايا على الدفتر، غادي نكتبو لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. ديمونستراتيف شنو هما هادو؟ غادي نشوفو الاول اللي هو س. في العربيه هذا س كنديروه الا بغينا نعتو واحد الاسم مذكر، بحالاش كنقولو سو ليف، سو كاي، مزيان. حنا غادي نشوفو دابا الثانيه اللي هي سيت. سيت كنديروها هكا باش نعتو واحد الاسم مذكر وكيبدا بالفوايل. شنو هما هاد لي فوايل اللي هما الحركات في اللغه الفرنسيه؟ كاينه ا او 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 اي ايغريك، سته. الى جات هاد الكلمة اللي غادي نزيدو لها هاد سيت كتبدا بالفوايل وتكون مذكر، تكون مذكر، كنزيدو لها كنديرو لها هاد سيت. بحالاش سيت اوم، هذا الرجل، وغادي نقولو اسم مذكر عاوتاني سيت وازو، هذا الطائر. وغادي نمشيو للثانية اللي هي سيت، جوج ديال التيات، كنديروها باش نعتو واحد الاسم مؤنث، بحالاش سيت اتيستاسيون، سيت اتيستاسيون، سيت اتيستاسيون. وكنقولوها حتى الاسم اللي هو مؤنث وكيبدا باش بالفوايل. احنا غنشوفو الاخرى سيت اكسبي، سيت اكسبيريونس، هو اسم مؤنث ورغم ذلك كيبدا حتى هو بالفوايل. يعني هاد سيت كتبدا حتى هي بفوايل، ولكن اسم مذكر، هذا عاوتاني كتبدا بفوايل ولكن اسم مؤنث، مفهوم؟ وكنقولو اوسي سيت، سيت تروس، اسم مؤنث وكيبدا بكونسون اللي هو تي. غادي نشوفو التالية اللي هي سي. هاد سي كنديروها باش نعتو جمع مؤنث ولا جمع مذكر، يعني كتجمع لنا بين لو ماسكولان اي لو فيمينان. باغ اكزومبل غادي نديرو سي بارون، سي سي ميتريس، ولهذا انا شرحت لكم لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، اسماء الاشاره، فاش فهادشي الا تبعتي معايا اخويا غادي تستافد اكثر.
ولكن الا بغيتي تستافد اكثر ما تنساش ما تنساش ما تنساش شوف فيا ما تنساش دير لايك وابوني وضغط على الجرس شكرا.